إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر لايك ومشاركة مع الأصدقاء والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدينا خوتي لاباس عليكم؟ بخير صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله غندير لكم واحد الفيديو ديال لي بلوك ملتي بريز. لي بلوك ملتي بريز اللي كيكون فيهم ديال 3 و 4 و 6 و 5 وكاين واحد جوج ديال لي مارك اخرين اللي كاين عندي بالميكتريسيتي اكادير اللي فيهم البارافودر. البارافودر يعني بلوك كتخدم فيه لا ماشين روبو و تي بروتيجي ليك ديك لا ماشين اللي كتخدم فيه. وبقاو معايا باش نوريكم الطريقه كيفاش كيخدم. كما كتشوفوا عندي بلوك ملتي بريز كما هذا بلوك ملتي بريز اللي فيه 4 بريز بلس 3 متر ديال الكابل. غير بالنسبه لهاد لا مارك حنا باش كنخدموا ديال يعني بلوك ملتي بريز اللي تيكون فيه لا سيكسيون ديال الكابل ديال 3x1.5. بالنسبه للاستحمال ديالو كيستحمل حتى 3500 واط. يعني فاش كتاخذ بلوك ملتي بريز كتشوف هاد لا كاركتيرستيك ديالو قبل ما تاخذ بلوك ملتي بريز خاصك تسول شحال كيستحمل، حيت كاينين الناس اللي كيعرفوا غير بلوك ملتي بريز مي فاش كياخذو كتلقى كيخدم فيه ميكروووند، يخدم فيه شحال من حاجه، يقدر يتشوف هذا الكابل ويدير ليه المشكل في الدار. يعني قبل ما ناخذو البلوك ملتي بريز غنسولو غنقراو، كتكون واحد لافيش تكنيك صغيره في واحد الورقه في الجنب ديالو كتكون فيه لا سيكسيون ديال الكابل بلس الاستحمال ديالو شحال كيستحمل، حيت كاين فيه ديال 1500 2500، هذا فيه حتى 3500 واط، وفيه لا سيكسيون ديال الكابل ديال 3x1.5. وبالنسبه للفيش راه كما كتشوفوا اي بلوك دابا كتاخذو كتلقى فيه دوبل بلس تي، يعني الفازومتر بلس لا تي. كما كتشوفوا هذا فيه 4 ديال لي بريز دوبل بلس تي، وعندنا هذا فيه 3 بريز 1 2 3. حتى هو كما كتشوفوا هذا اللي فيه 3 حتى هو فيه 3x1.5 في لا سيكسيون ديال الكابل، وفيه 3500 واط ماكسيموم، وهذا وفيه 1.50 متر في الكابل. حتى هذا ديال 3 راه فيه 1.50 متر وفيه 3 متر على حساب. كاين هذا البلوك ملتي بريز بحال هذا فيه 6 ديال لي بريز وفيه 1.50 متر. بالنسبه لا سيكسيون ديال الكابل فيه 3x1.5. هذا فيه دوبل بلس تير يعني الفازونوتر بلس لا تير، كيستحمل 3500 واط ماكسيموم. هذا ديال 6 راه كيكون فيه 3 متر و 1.50 متر. وكما قلت لكم جوج ديال لي بلوك جابتهم ال بي ام الكتريسيتي اللي هما هادو. هذا البلوك ملتي بريز اللي هو في واحد الحاجه سبيسيال اللي هي بارافودر. بارافودر اللي كيحمي ليك لا ماشين روبو اي حاجه خديتيها الا برونشيتيها في هذا البلوك ملتي بريز كتحمي، يعني ما كتخاف منها حتى شي حاجه. يعني واخا يجي الضو واخا يتقطع كاين البارافودر في بلوك ملتي بريز راه كيحمي ليك هاد لا ماشين هادي. وكما كتشوفوا عندنا هنايا هاد البلوك ملتي بريز اللي كيتبرونشا فيه ستوندار تليفونيك، يعني كيحمي ليك شحال من حاجه ماشي غير لي ماشين، يعني يمكن يحمي ليك ستوندار الا عندك، يحمي ليك اي حاجه كتبرونشي فيه. فيه 6 ديال لي بريز، فيه دوبل بلس تير فازونوتر بلس لا تير، لا سيكسيون ديال الكابل كما كتشوفوا. كما كنقول لكم ديما فاش كتجي كتجي كتلقى هنايا لافيش تكنيك لا كاركتيرستيك ديالو، يعني كتقرا اشنو فيه والطريقه ديال الاستعمال ديالو كيفاش، وبالنسبه للطريقه ديال كيفاش كنبرونشي فيه لي ماشين وشحال كيستحمل. بحال هذا كما كتشوفوا هذا كيستحمل 3300 واط 3300 واط ها هي. وديما نصيحه لكم اي واحد باغي يشري شي حاجه من الفيش من الكابل من لي بلوك ملتي بريز ديما يشوف لا كاركتيرستيك ديالو اللي هي لافيش تكنيك. لافيش تكنيك اللي كيوريك كل حاجه اشكال شحال كتستعمل لا سيكسيون ديال الكابل اللي فيها الفيش اللي فيها واش فيها لا تيغ ولا سونتير، يعني هذا الشيء اللي كيكون بزاف مهم حيت الضو ماشي ديال اللعب. كاين هذا الشكل كما قلت لكم، وعندي واحد الشكل اخر بحال هذا. هاد الشكل اخر بحال هذا حتى هو راه فيه 6 ديال لي بريز، غير بالنسبه لهذا عندي لي بريز في الجنب وكتبرونشي فيه ستاندار تليفونيك حتى هو من هنايا، وفيه 1.50 متر في الكابل دوبل بلس تير. والطريقه كما قلت لكم عاوتاني كاينه حتى في هذا، حتى هو في هاد سميتها هي لا كاركتيري لا فيش تكنيك ديالو كاركتيريستيك، يعني كنقرا هنايا لا سيكسيون كيقول لك لا كوردون فيه 1.50 متر، فيه كابل لا سيكسيون 3x1.5، كابل 1.50 متر ولا سيكسيون كما قلنا 3x1.5. كتجي هنايا كتلقى هذا كيستحمل 3300 واط، هذا كيستحمل 3300 واط. وفاش كتجي هنايا الفوق كيقول لك اشنو فيه بريز تليفونيك موديم فاكس، يعني اي حاجه بغيتي تقرا على هذا البلوك هذا كتلقاه في لافيش تكنيك.
وهاد لافيش تكنيك اكثر ما كتكونش بزاف ديال لي بلوك، كتكون في لي بلوك اللي هما لا كاليتي، يعني اللي حاجه زوينه. وبالنسبه لي بلوك اللي هما لا كاليتي راه كتلقى في الثمن كيكون زايد. يعني كما قلت لكم اي حاجه بغيتو تاخذوها في لي بلوك، في لي لون، في الكابال، في اي حاجه، يعني الانسان ديما يقرا لافيش تكنيك، حيت لافيش تكنيك فاش كتقرا فاش كتشوف اي حاجه على داك البرودوي اللي غتاخذ. بحال هاد لي بلوك اللي تي بريز، كما كندخل لافيش تكنيك اول حاجه كنشوفها كتلقى شحال من بريز يكون، عاد كتلقى لا سيكسيون ديال الكابل واش 3 فوا 1 5 3 فوا 2 5، وكتلقى البريز واش دوبل بلس تيرا 3 بول بلس ولا دوبول، حيت كيكون بريز دوبول وكا دوبول بلس تير. ولكن النصيحه مني، اي واحد دار لانستالاسيون في الدار ديما يحاول يدير لا تير 100%، يعني الا ما كانش لا تير في الدار راه المشكل، لان الحاجه اللي كتحميك بزاف هي يكون لا تير في الدار. اي واحد كتلقى بعض المرات كيقيسوا الضوء وكيطلقوا، راه عرفتي هو لا تير اللي كيحمي. والطريقه اخرى اللي كما نكمل لكم على لي بلوك ملتي بريز، لي سيكسيون ديال الكابل كيكون مهم بزاف لي بلوك ملتي بريز. لا سيكسيون ديال الكابل تكون 3 فوا 1 5 للفوق، يعني 3 فوا 1 5 غادي تستحملك ديال تقريبا ديال 3000 واط، 3000 واط لتحت، وبالنسبه 3 فوا 2 5 3000 واط للفوق. وكما كنقول لكم، واي اسئله ولا اي حاجه بغيتوا تعرفوا على لي برودوي الكتريسيتي ولا شي حاجه، ها التليفون ديالي كاين في صندوق الوصف، ومرحبا بكم في اي وقت. نتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش من لي لايك، واللي دخل عندي جديد ما ينسانيش من لي ابون. شكرا.